مساكم فللي. آخر إعلان سويته في مؤسسة على طالب كان ترند، وهالمرة راح يكون ثلاثة ترند هم حق نهاية العام راح تكون غير. فكرتهم هنا يا جماعة للتذكير، يبيعون المفرق بسعر الجملة. أصحاب العوائل الصغيرة الكبيرة، تعال هنا ووفر فلوسك. عرضنا بجبن بوك 500 جرام، السعر الأقوى، سعر التحدي يا جماعة. بكم؟ ب 11 ريال و95 هللة. طبعا لكل عميل 3 علب. شبيه القشطة معين بكم؟ بريال و65 هللة. تعال وخذ الكمية اللي تبغى. جبن معين 900 جرام يا جماعة، وبكم؟ ب 11 ريال و90 هللة. شو رايكم في الأسعار؟ قوية صح؟ يقولوا ما بعنا بالكوم إلا اليوم 10 علب أزهار جمان، مناديل ناعمة، وبكم هذه يا جماعة؟ ب9.50 ريال. تاخذ بندلة موجود، البندلة يجي فيها 6 شدات ب57 ريال. حطموا الأسعار يا جماعة. شايفين هذا الرز يا جماعة؟ رز أفتة. هذا الرز الجماعة جالسين يراهنون عليه. كم سعره؟ 55 و20 هللة. خده، ضبط المندي، ضبط الكبسة، ما عجبك تعال بس عند الكاشير قول ما عجبني رجعوا لك فلوسك. يراهنون على الجودة حقه. 10 كيلو ب 55 و20 هلله. هذا زيت زيتون أفتة، طبعا هذا يا جماعة بكر عصرة أولى، يراهنون على جودته. 500 ملي ب 12 ريال و55 هلله. أخده، ما عجبك تعال رجعه وخذ فلوسك. هذا جودة يا جماعة. الحمص 450 جرام بكم؟ ب3 ريال و10 هللات، ونفس الشيء ما عجبك تعال رجع وخذ فلوسك. يا جماعه مو فقط عروض اسعار، اليوم كله ضمان ذهبي. هذه المنتجات اللي تشوفونها، منظفات ايدي، منظفات صحون، شركه سي ماكس، يراهنون على الجوده. تراهنون على الجوده؟ راهن على الجوده يا حبيبي. حلو. انا اي زبون يجي ياخذ هذه المنتجات، حلو، بس يقول كلمه ما عجبني، اوكي، يجي ياخذ فلوسه مش من الكاشير، لو اشره من السياره اوصل له فلوسه. تضمنونه؟ نضمن له. تضمنون المنتج؟ نضمن المنتج. حلو. اشرح لكم يا جماعه على شركه سي ماكس. غسيل الصحون لتر ونص، يا عيني على الليمون ويا عيني على التفاح ويا عيني على الفراوله، 3 روائح، ناعم على الايدي وقوي على الدهون. هذا يا جماعه ب 8 ريال و90 هلله. اخذه جربه، إذا يطلع خلاف ذلك تعال رجع وخذ فلوسك كاملة. المزير الشامل هذا المنتج يا جماعة، الجماعة نفس الشيء تراهن عليه. إلى الفرن، أخذي أختي، جربيه على الأفران، جربيه على الأسطح، المايكروويف، المغاسل، الشحوم يزيلها يزيلها. كم سعره؟ 4 ريال و75 هللة. ونفس الشيء قاعدين يراهنون عليه. على فكرة يا جماعة، تعرفت صناعة المنتج؟ صناعته في الأردن. جربوه، ما عجبكم رجعوه خذوا فلوسكم. ريحة يا جماعة، الريحة تهبل، معطر الجو والمفارش. هذا على ايش؟ هذا على اللافندر وهذا على العود. انا شميت الريحتين. ويراهنوا عليه، ما عجبكم تعالوا رجعوه خذوا فلوسكم. كم سعره؟ 4 ريال و75 هللة، والكمية خير من الله. وفي بعد روائح جاية في الطريق. المعطر هذا يا جماعة، يا سلام، شميت روائح كثيرة. تقول لي شو الريحة اللي شدتك؟ هالبيبي هذا. وكل الروائح هذه يا جماعة طيبة. حق الملابس معطر ب4 ريال و75 هللة، ومع الضمان الذهبي، والكمية خير من الله. غسيل العبايات جودة عالية، حافظي على عباتك. المنتج هذا يا جماعة صناعة أردنية، رائحة، جودة، يراهنون عليها، وب4 ريال و75 هللة. طبعا هذه الأسعار عروض لفترة محدودة فقط. ومعطر أرضيات 6 روائح يا جماعة، وراهنون على الجودة ب4 ريال و75 هللة. الأسطح، الأرضيات، هم تنظيف وهم رائحة طيبة. صهيب يعطيك العافية. وش بقى ما أعلننا عنه الآن بعد؟ طهر الأسطح. مطهر الأسطح، ها؟ إيه. ونفس الشيء تراهنون عليه؟ نراهن عليه. وبكم؟ 4 ريال و75 هللة. لا تفوتكم العروض لفترة محدودة. وهذا القزاز. وهذا الملمع حق. ختامها مسك، ونقول ختامها ماي سنوفول. ما نقدر ما نصور الماي الأقوى. الماي الجودة عالية، توصيل إلين باب بيتك ب 11 ريال و90 هللة. الموقع في المجيدية، ما عليكم لا تكتبون بجوجل مؤسسة سعيد آل طالب، يطلع لكم الموقع.